ضاحك وهادي ومنفعل، ذكي وعالم ومندفع، بيكلمها الشرقي والغربي، هي حرة، خلطة لا تجتمع في أحد إلا قليلاً. الحياة ما بقتش معجنة إلا لما تداخلنا بأكثر من اللازم. كل اللي انت شايفاه ده في البرامج الدينية والفتاوى على الهوى وفتاوى فتاوى فتاوى ليس فتاوى. جميع الأمة الإسلامية دعاة. يعني ده اسمه شيخ وده اسمه شيخ. انت فتحت فايل كبير جدا ووسعت المسألة. اسكت واسمعني، أنا دكتور. وعشان أنا فطرت معاك بقت بركة. احنا بنقول سرقنا وبنسأل حلال ولا حرام. الفتوى حل إشكال. أفرض عليه أفكاري وأتخطى خصوصيته. ابني يا حتة مني يا أنذر وان. حضرتك بتحب المسرح لدرجة إنك بتخرج كتير عن النص، وده هايل. بيتسبب إن حضرتك بتنزلق في صراعات كتيرة. ده تعبير مبتكر من حضرتك، الخروج عن النص. هو لا نص إلا كتاب الله تبارك وتعالى وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والأقوال المنقولة عن السادة العلماء الفقهاء، وأنا لا أخرج عن هذا النص أبدا، وإلا صرت معوجا وناقصا ولم تطأ قدمي أرض كلية أو تعد يعني أفكاري لسان الدكتوراه، وإنما أنا أعبر عن خلاصة ما درست. بتعبري في 3 دقايق لأمة محتاجة 30 سنة عشان تفهمي اللي أنت بتقوليه. هو ده الإشكالية اللي احنا طب بتخرج عن الضوابط مثلا؟ لا ولا ضوابط. فبيساء فهمك؟ لا لا، إساءة الفهم حضرتك تعرضت حتى لقضايا يعني؟ لا ماشي. لا لا معلش، ده مش خروج عن النص ولا خروج عن الضوابط. لا لا لا، هاخد فيها ثانية واحدة بس. ثانية، أكتر من ثانية مش هسمح يعني. هي أنا كنت بتكلم على قضية اسمها الإتباع. في زمنك حد يسمع عن الإتباع النهارده؟ الإتباع ذكروا ابن الأسير في الكامل، ذكروا ابن جني في الخصائص، ذكره العلماء القدامى. في ظاهرة في اللغة اسمها الإتباع. هي إيه الإتباع؟ إنك تجيب كلمة ولا تقصد معناها، تقف عليها. الناس اللي بيشوفوني خدوها جد، يرجعوا للكتب الأول وحكموني، يرجعوا للكتب للمصادر. مثال وهجيبه من العاميه. واحده قالت لجوزها انا ريحه النهارده الماما. رجع جوزها بدري لقاها قاعده، قال لها يعني ما روحتيش لماما؟ بترد عليه تقول له ايه؟ انا لا رحت ولا جيت. الكلام ينتهي عند ايه؟ ما روحتش. جت منين؟ ما هي قاعده في البيت وبايته فيه. ولا جيت دي مش مقصوده، ومنها حيصة بيصة، ومنها حاجات ومحتاجات. كلمة محتاجات دي تقفي عليها ولا تقصدين معناها. أدي كل القضية خاصة بموضوع علمي اسمه الإتباع. ما تفهمش، بس حول على طول. ما تفهمش وزعل وعمل. معلش بقى، الله يسامح الناس، والناس كلها محترمة عندي على فكرة. الناس كلها أنا أؤمن، لا تواضع ولا غير تواضع، أؤمن ومقتنع بأني أقل خلق الله. بس والله، فاللي زعلان حقه عليا. حضرتك متهم إنك حولت برنامج الدعوة والفتوى لفقرة كوميدية. جميل، جميل جدا. الأول أسأل حضرتك ما المراد بالكوميديا؟ إذا كان المراد بيها اللي هو في الأدب القديم اسم الملهاه، فإحنا أبعد ما نكون عن اللهو. وإذا كان مربيها الإضحاك، فالنبي عليه الصلاة والسلام ياما ضحك الصحابة وضحك الأمة كلها. طب حضرتك زعلت ليه لما الفنان عادل إمام عمل فيديو قلدك فيه؟ هو أنا ما زعلتش إنه قلدني، ولكن زعلت إنه قلدني في مقطع مقصود لحاجات تانية يعني هو لو قلدني في طريقة كلامي، في طريقة إجابتي عن سؤال لواحدة سائلة كنت أشكره. إنما اللي هو قال بالحرف الواحد يسأله واحد مصري يقول له مجلد 19 عليه، يلا بلاش وجع دماغ، انا عمري قلت كده. يساله واحد سعودي يرحب بيه وبتاع، ليه هو السعودي هيدفع فلوس على المكالمه؟ سؤال ابجدي يعني. وما هذا الناس عندها شهوه. ايه انت ليك مكالمه جت في الاستوديو، مصري سعودي الماني اي حاجه، ليك الاجابه اللي طلعت من مبروك عطيه. تريد ان تقلده بحركاته بنبر صوته كما فعل كتير منهم حسين ومنهم ناس كتير جدا، ونجحوا في تقليدي وخدوا اكتر من اللي انت قلت عليه يا زينب، وده مشاهدات وولاد فنانين قلدوني ومفيش مشكله. يعني حضرتك ما زعلتش من التقليد لكن زعلت من المضمون. ايوه طبعا، من مضمون الفيديو طبعا. حضرتك زعلت لما الشيخ خالد الجمل داعيه بالاوقاف كتب عن حضرتك عندما يتكلم الداعيه كما يتكلم، وحط وصف مش لطيف. ايوه حضرتك والله يكتب ده فهمه ولا مؤاخذة على الفهوم. هي مش جرأة شوية من حضرتك يا دكتور؟ يعني الناس اتعودت انه رجل الدين او عالم الدين ده رجل وقور، بيتكلم بميزان وبيتكلم بحساب وعادة مكشر. اديلك مثال عادة مكشر. أيوة اديلك مثال عملي. هاخد لك كام ثانيه بالطريقه اللي حضرتك بتقولي ان هم الطريقه المعتاده اقول بيها. انا هقعد الاول كده واقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاه والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد. فمن حق الزوج على زوجته أن تسمع كلامه وأن تطيع أوامره ما دام ذلك في المعروف. فول ستوب. ده أحب إليكي ولا لما أنا أقول لك شوفي؟ تمهيد أهو كده. أيوه الزوج له حق السمع والطاعة في المعروف. يعني ما يقومش جوزته بحاجة تغضب ربنا وهي عليها تسمعه، لأنه مش إله. أقولها كده ولا اقولها نمبر 1؟ اختار انت يا منى عبد الوهاب. انا اختار؟ لا كده. طيب خلاص اللي يزعل يزعل. دكتور مبروك عطيه، من الحاجات برضو اللي دخلت حضرتك في صراع كده ان حضرتك كان ليك فيديو وانت بتأم بالناس في المسجد، وفي مصلي تقريبا قال لحضرتك مش سامع، فحضرتك قمت جبته جريته. لا ما جريته، وقلت له اقعد هنا علشان تسمع. انا شيلته. طبعا. وفي فرق بين انك تشيلي واحد وجرجري واحد، وقلت شيل معايا فلان نجيبه قدام الكرسي، لان انا بقول درس بعد الفجر والمفروض اللي هيقعد ده يسمع، فده بيتكلم، فبقول الاخ اللي بيتكلم هناك ده بيقول ايه، اسكت انا ويتكلم هو. فقال مش سامع، قلت له طب تعالى قرب مني، وجيت قايم اقسم بالله العلي العظيم أشيله. الناس بتلقط بقى المنظر الأولاني. الحاجات دي بتؤذيك نفسيا؟ في شك طبعا بتأثر فيا، ولكن برجع أقول عايزة صفوة الكلام يا منى. يعني طبعا طبعا قالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام مجنون. تخيلي مستفعل متفعل والله. تخيلي النبي وربنا قال له، عشان عارف ان ده هيأثر فيه. زيك لما تسأليني بيأثر فيك نفسيا، اقول لك اذا كان ربنا قال للنبي عليه السلام ولقد نعلم انه يضيق صدرك بما يقولون، فعايز صدر النبي يضيق لما يسمع كلام مش فيه، ولا يضيق صدر مبروك عطيه. يبقى انا بقى بعمل بروباجندا بقى؟ لا، اللي زعل النبي ما كانش زعلنا، علينا ان نراجع ديننا. فقالوا عليه شاعر وهو عمره ما كتب بيت من الشعر، وقالوا عليه ساحر، وقالوا عليه كاهن، وقالوا عليه كذاب، وربنا قال سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. ايه الحاجات اللي في الدين اللي الناس محتاجة تعرفها؟ وده اللي انا بسميه الخطاب الديني او تجديد الخطاب الديني. ولو عايزة هدية وتحية من مبروك عطية، تسمحي لي اكلمك عن هذه القضية. اتفضل. يعني ايه تجديد الخطاب الديني؟ يعني ايه الخطاب الديني الاول؟ اول جزئيه كده على السبوره الخطاب الديني. اسالي كده المجتمع المتنور بتاع العالم اللي حضرتك قلت عليه مفتوح، المفتوح ده خدنا ايه من فتحته لما ما يعرفش الخطاب الديني هو ايه؟ يعني ايه الخطاب الديني يا حاج؟ الخطاب الديني يعني ايه؟ كله هيهرش كده وهيقول اي كلام. الخطاب الديني معناه كلمة الله وكلمة رسوله إلى المكلفين من أجل حياة أفضل. ده الخطاب الديني. مين اللي بيخاطب الناس؟ إلا هو الرسول. دور العلماء يستنبطوا الأحكام من كلام الله وكلام الرسول، ده دور العلماء. يعني إيه بقى تجديد الخطاب الديني؟ هل هنجدد كلام ربنا ونجدد كلام الرسول؟ نعم. أمال نعمل إيه؟ نشوف إيه الموضوعات اللي الناس محتاجانها في أيامنا. يعني ما ينفعش يبقى إحنا بنتكلم في الذرة ونسيب الموضوعات دي ونكلمهم في الناقة والجمل. أجل الموضوعات التي لا يحتاج إليها الناس واهتم بالموضوعات التي يحتاج إليها الناس. ده تجديد الخطاب الديني مع تغيير في الأسلوب، لأن أسلوب العلماء كان متماشيا مع الزمن اللي هم فيه والناس فاهمة. حضرتك هاجمت أكتر من حد اللي ممكن يكون بيهدف لتجديد الخطاب الديني. أنا هاجمت زي إسلام البحيري، إبراهيم عيسى، هاجمتهم أكتر من مرة. لا أنا ما هاجمتش والله، عمري ما هاجمت والله، عمري ما أعرف الهجوم ده. كلمة قلتها أو رأي قلته عادي جدا. وبعدين حضرتك سميهم زي ما تسميهم، أنا هو نقد. يعني لو حضرتك مش عايز تسميه هجوم فهو نقد. لو عايز أتجد، أنا أشرفت على 500 رسالة جامعية، كل رسالة والتانية قد كده، فيها أفكار صائبة وأفكار خاطئة ولغة سليمة. ذكرت حضرتك هتقول خائبة على وزن صائبة. وأفكار 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 وأفكار. وأشرفت على قدهم. واحد بهذا التاريخ هيهاجم أي ناس خلقها ربنا؟ اللي عنده حاجة يقولها، بس يبقى يعني يبقى عارف هيقول ايه. بس انا اكره ليا ولغيري التلطيش. بس فلما الناس تلطش في كلمات لما حصل يا دكتور الموقف اللي ترتب عليه ازدراء اديان، كانت زله لسان ولا اتفهم غلط؟ ده القضيه رافعها الاستاذ المحترم سمير صبري، ورافع قضيه في مجلس الدوله لمنعي من الظهور اعلاميا. والله حقق له مراده وارتاح. ومين يبهج الناس؟ مين يقول لهم حاجات بشكل مبهج؟ هو الشكل ويضحكهم ويهزر معاهم. ما عجبش حد محترم جدا. ما انا عشان كده بسأل حضرتك، دي زلة لسان ولا قصدك ما تفهمش؟ كانت زلة لسان ولا قصدك ما تفهمش؟ ولا زلة لسان، انا اتكلمت بإتباع، مش زلة نيلة. زلة لسان وانا اهبل. انا يا دكتور لما بقول خروج عن النص ولا بيتفهم غلط، قصدي على الحاجات اللي اثارت جدل وعملت لحضرتك دوشة، زي مثلا لما حضرتك قلت اللي معهمش فلوس ما يتجوزوش. فاكر التصريح ده؟ فاكر التصريح. هو التنسي والله المبدأ هيتغير. لينا نبي يا حبيبتي عليه الصلاة والسلام قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. يعني عليه بالجواز ولا حضرتك عليه؟ كملت بجملة تانية هي اللي عملت القلق، اللي هي إيه؟ في قنبلة رميتها. حضرتك قلت نص المصريين نصهم ولاد حرام، لأنه حرام إن الغير قادر ماديا يتزوج. لا أنت مش فاهمة. والدنيا قامت ما قعدتش. خليها تقوم وتقعد عشان يعملوا رياضة. لما تقوم وتقعد يبقى في رياضة. الرياضة دي مش لعب. بدل ما يقعدوا قاعدين مش لعب ده، وبدل ما يفضلوا واقفين على طول فيتتعب رجليهم يعني. يا حبيبتي هناك فرق بين الزواج الحرام وبين ما ينتج عنه من أولاد. اللي ينتج عنه من أولاد مش أولاد زنا، وأنا عمري استحالة أقول كده. الزيجة حكمها حرام لكنها صحيحة، بس مفيش وقت كده مذيعة لطيفة وهادية زي حضرتك أشرح لها الكلام ده وأقول لها، أو مفيش وقت أرد على كل هبلة معاها طبلة بأنا قصدي إني قال ده إجماع الفقهاء. يا نهار أسود. هو مبروك عطية ده نجيبهم بالترتيب، أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد بن حنبل. زواج المعسر حرام. طب حضرتك ما بتتعلمش يا دكتور؟ يبقى جامد شويه والواحد طاقته محدوده مع الامراض والعلل. كفايه فقد عيني بعد الشر عليك. معلش ربنا كريم. اللهم امين. الحمد لله على ما بقى. اللهم الحمد. صح؟ الحمد. طيب حضرتك برضو متهم ان انت على طول كده جاي على الستات. جاي عليهم. ايوه. دايس على الستات. هم حيطه مايله. بعد الشر علينا. لا ده احنا مش حيطه مايله ابدا. حاجه صعبه. شوفي يا منى هانم، اول نموذج قلته قدام هند ابو السعود، اقسم بالله قلت بسم الله الرحمن الرحيم، يقولون اضرب للبنت ضلع يطلع لها 24، اتضربت في ضلعك واتضربت في قلبك واتضربت في كبدك يا ضارب الانثى، لا ضرب للانثى، اضرب للبنت ضلع يتكسر لها 24، مش يطلع لها 24. ولنا نبي عليه السلام قال رفقا بالقوارير وشبهها بالزجاج، من اين اتيتم بهذا العنف؟ هي الله يرحمها هند ابو السعود طلبت عبد النعيم شمروخ في التليفون وقلت تسجل للراجل ده النهارده. ابقى انا من اول هند ابو السعود سنه 82 بقول ما تضربوش الأنثى، وعاملوا الأنثى أحسن معاملة، وأتهم بأن أنا الديدي متحامل على الأنثى. بقول لك أول لقاء سجلته السماء سبحان الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء بيني وبين هند أبو السعود. يقولون كنت بقدم فكرة اسمها المثل الشعبي وأثره في الفكر الديني. فالمثل الشعبي بيقول اكسر للبنت ضلع يطلع لها ايه؟ 24. انا قلت يا اللي بتقول الكلام ده الله يكسر ضلعك وضلع امك. امين. طب التقيلة يا دكتور، التقيلة اللي خلت حضرتك قفلت من كل حاجة واعتزلت كل شيء وخرجت من الكواليس. كواليس ايه؟ البسي قفة، انزلي بقفة، انه ازاي هينظر ليكي. كويس انك كسرت الموضوع ده. أيوة. كويس انك اثرت الظلم. هي هبله ومسكوها طبله مع الاسف، واثرت في ناس كتيره. دي انا ولا ايه؟ يا فندم يا فندم انا فاكر الفيديو زي ما انا فاكر لقائي معاكي دلوقتي. قلت الله يرحمها الله يرحمها الله يرحمها الله يرحمها 9 مرات. والله يرزقه بحاكم عادل يقتص لها. رزقه الحمد لله. إنيت ناس الكلام ده، الكلام ده وحش. بقول اللي هي مش سترة نفسها يا بنتي هتتزيني وتتجملي في مجتمع الشباب فيه مش لاقي يتجوز، البسي قفة وعيشي. قفة دي ايه في اللغة العربية؟ كناية عن أي شيء خشن. بلاش النعومة في الزمن اللي فيه العيال مش لاقية تتجوز. الكلام ده يغلطوا حد إلا إذا كان واحد تايه في التوهان. في زمن الشباب فيه شغال وقادر على فتح بيت، عايز يمشي في الشارع يلاقي الغندوره. اتغندري لما تكوني هتتجوزي، وما تتغندريش لما تبقي عايشه في زمان كله عايز يمتع نفسه من غير جواز. بط ولكن النصيحه بتاع الاب احتشمي يا امي، هتشغلي عيل بمنظرك. العيل ده قدامه 60 سنة. هي كانت محتشمة يا دكتور، ما كانتش محجبة. يا فندم أنا ما ربطتش بين الفلانة الفلانية مش عايز أقول اسمها وبين اللي أنا قلته. ما هي الناس بقى ربطت بدليل بيان المجلس القومي للمرأة. الربط ده هيحاسب عليه ربنا يوم القيامة. يمكن عشان حضرتك يعني نعيت، وبعدين في بقية الحديث قلت إنه احتشمي والبسي قفة. يعني الفيلسوف بقى، الفيلسوف يحلل زي ما حضرتك بتحللي. المفروض اللي بيسمع يفرق بين دعائي بالرحمة ليها يا رب واللي زيها 9 مرات كفاية. دعوة أمها الله أعلم، يمكن حد تاني مستجاب الدعوة أكتر من أمها الله أعلم. ماشي كده بس. ذن في حاجة في الإنجليزي اسمها ذن. قولي بقى للبنات الاخريات نصيحه يتعلموا ايه من كده. وعندنا نظريه علميكه. شوف انا مضطر بقى اعجن في الكلام ازاي. في نظريه علميكه. اعجن براحتك. في نظريه علميكه بتقول الكلمه لا تؤخذ من سياقها. يعني ما تطلعيليش قفه وتتكلمي على قفه. يا دكتور ما حضرتك اهو بتقول دخلي كلمه قفه في كلامي. البسي قفه وعيشي. لما اقول لها وانا ابوها البسي خيشه، يعيبها في ايه؟ هتجيب خيشه وتلبسها من الارض. ما بتفهمش الفرق بين الحقيقه والمجاز. يا اخواتي ما نهد الكليات دي ونضيع العلم ده. يا حبيبتي في كلام بيشتمل على مفردات، انتزاع مفرده من الاسلوب شنه ورنه وقبح وقرف، حطها في جملتها ربنا قال في القرآن. وقالت اليهود يد الله مغلولة. ينفع تقول يد الله مغلولة؟ لا طبعا. من غير قالت اليهود؟ لا طبعا. إنما لو قلت وقالت اليهود يد الله مغلولة، يا الله يلعنهم ويلعن أبوهم واللي بيعملوه في غزة، ويبقى درس مستفاد. فلما حد يقول قال مبروك عطية البسي قفة وعيشي، يبقى حريص على حياة البنت كل الحرص. هيجي علينا زمن يا دكتور اختار لبسي على أساس، هيجي إن شاء الله اختار لبسي واختار شكل حياتي وطريقتي ومظهري بناء على ناس ما عندهاش أخلاق في الشارع، أو ناس ما عندهاش ضمير، أو ذكر منزوع الرجولة. الله يفتح عليك. أليس من باب الحرص إن أنا أقول لك اعرفي المجتمع اللي حواليكي ده ينهشك يبقى الداري؟ لا إله إلا الله. والله أنت حلقتك مباركة، وأنا بحلف بالله، لأنها بتطلع من كنوز الفقه الإسلامي ما يعجز عن الإنسان عن إخراجه في حلقاته. ده شرف ليا يا دكتور. الله يسترك. موضوع اللبس اللي احنا خدنا فيه شرايط وساعات موجود في الفقه في سطر واحد. تخيلي بقى، تخيلي، قولي مفاجأة للناس، يا جدعان يا جدعان حرام عليكم، علموا الناس دينها. سطر واحد. هعدي لك 10,000 كتاب فقه، أول كل كتاب من 10,000 باب الطهارة، وهنا باب الطهارة، وهنا باب الطهارة. إيه هو السطر بقى؟ وجميع بدن الحرة عورة ما عدا وجهها وكفيها، والرجل ما بين السرة والركبة. نقطة، خلصنا الدرس. لقى الحرة ببنطلون، جميع الحرة عورة، لقى تداري عورتها ببنطلون، ولا جاب سيرة تفصيل للبس. المهم تبقى مستورة ومفيش حاجة منها مثيرة. لكن في النهاية يا دكتور هو اختيار شخصي يحاسبها عليه رب العباد. والله وما تتأذيش وما تتهنش وما حدش يتطاول في حقها بسببه. ايه؟ هقول لك انا بفتكر بس ضحكة مصطفى محمود مع طارق علام، بحاول اقلده. والله بص هقول لك، حضرتك تعرضت لهجوم شرس جدا خليني تسبب ان حضرتك تقول انا اعتزلت. اعتزلت الميديا والهديه دي خالص، ما عنديش طاقه بقى. ما علينا يعني. على طريقه مصطفى بيه محمود، الانسان ربنا اللي هيحاسبه طبعا. ايوه، هذه كلمه حق اريد بها باطل. يعني ايه؟ هو ربنا مش أرسل لنا رسل؟ طب ما زي ما هو اللي هيحاسبنا بيبعت رسل ليه؟ عشان يحاسبنا، عشان نعرف عشان نتحاسب. طيب يعني، والرسل مش ورثتها العلماء؟ قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم العلماء ورثته الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. إيه فايدة العلم والأدفايس؟ ADVICE. الأدفايس يعني إيه؟ نصيحة. طيب يا اختي ايه فايدتها بقى؟ إذا كان ربنا هيحاسبني يبقى لا تنصحني ولا تعلمني. لا انصحني وعلمني وأنا حرة في اختياري. قولي كده، بلاش والنبي العبارة بتاعت أنا ربنا اللي هيحاسبني. أيوه طبعا، ربنا اللي هيحاسبني. ربنا اللي هيحاسبني. وات إز ذا مينينج أوف؟ يعني مالكش دعوة بيا يا اللي بتدور عليا. مالكش دعوة بيا يا اللي بتدور عليا. بس خلاص. طب التعبير ما كانش قاسي شويه في الوقت قاسي ده؟ إيه بس كلنا كنا وما زلنا لما بيذكر الموضوع لحد دلوقتي بنتاثر. لا اله الا الله يا حبيبتي. ما كانش التعبير قاسي شويتين وقتها؟ اول ربع في سوره البقره في القران الكريم، وكويس احنا في شهر رمضان، بعد بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم، اول ربع على اليمين، ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. القشه ولا البعوضه؟ انتوا عايزين ناس الافرنجه وعايزين دين الافرنجه ما فيهوش بعوضه وما فيهوش، لا عاوزين بس شويه مراعاه مشاعر صغيره. عينيا يا شويه صغيره، عينيا اهو. حضرتك برضو ترتاح من الدوشه. عينيا والله. وترتاح من الصراعات. الله يسترك. وترتاح من الصراعات. ونروح من الصراعات للمورال مع دكتور مبروك عطيه. من البدايات مروراً بالصراعات وصولاً للخلاصة، إيه الحكمة اللي طلع بيها دكتور مبروك عطية بعد اللي عدى بيه؟ والله هو صعب انك تختاري حكمة واحدة، لكن في مجموعة من المعتقدات والحكم والعبارات اللي هي نتيجة استقراء الحياة والمجتمع والكتب وكل حاجة. فمن هذه الحكم: الوقت أنفس ما نملك. 2، الوقت لا يقاس بعقارب الساعة وإنما يقاس بمدى أثره فينا. ومن كلماتي الشائعة بين طلابي كلمة حلوة أو عجباني: رب لحظة تساوي 1000 عمر ورب 1000 عمر لا تساوي لحظة. لحظة تعيشيها ب1,000,000 سنة، و1,000,000 سنة لو كنا في زمن ملايين السنين ممكن ما يسووش لحظة. وهداني الله إلى تعريف الحب بأنه إحساس يجعله تقبل على الحياة برغم ما فيها من مرارة لوجود حبيب فيها. أنا ليا واحد يخليني أقبل على الدنيا برغم ما فيها من عوامل الطرد، إلا إني ما أقدرش أكره دنيا أنت فيها. إيه اللحظة التراجيدي اللي عدى بيها دكتور مبروك وما تخطاهاش، ما زالت مأثرة فيه؟ مش هبالغ لما أقول هي اللحظة اللي مات فيها أبوي، وما إنه مات 74، وده لأن أنا كنت شايف هذا الرجل عليه رحمة الله هو الدنيا بكل ما فيها، وأفتقر إليه عقلاً وحكمة ومنطقاً وعقيدة ويقظة ومناماً. وكما كان يقول الناس في النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان أحد يراه يود أن يراه صائماً إلا وجده، وما كان أحد يود أن يراه مفطراً إلا وجده. فهو كثير الصيام. أنا عمري ما شفت أبويا نايم، تعلمت منه اليقظة وأورثني الأرق. ما دام عنده حاجة ما ينامش أبداً. حضرتك متأثر بيه جداً في كل بنى شخصيتك. أوي. أمنية اتمنتها ما حققتهاش وفات أوانها، ما بقاش ينفع تتحقق؟ أنا أمي بس اللي ماتت سنة ما خدت الدكتوراه، سنة 88، وقالوا لها ادعي له بكره هيتناقش في الدكتوراه. قالت لي: هي امك هبله؟ هو دخل طب؟ فهي مفكره الدكتوراه يعني دكتوره طبيه يعني. فكان منايا ان يشهد ابوايا مناقشه الدكتوراه بتاعتي ومناقشه الماجستير، زي انا ما حضرت مناقشه ابن طه ومناقشه ابن حازم في الدكتوراه بتاع ده والدكتوراه بتاع ده. كان منايا ويبقى قاعد في مناقشتي واستمد منه القوه والعزم واكون سبب في ان انا فرحته. يعني حاجه والله دي الامنيه الوحيده. حاجه من قلبك ايا كانت هتقولها للناس بصدق زي ما هي على المسرح. تمام، موافق؟ موافق، بس اقعد على الكرسي. ماشي، وانا موافقه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في هذه الدقائق التي هي ثمرة من ثمار العلم والقراءة. مالك بن نويرة كان له أخ شقيق اسمه متمم بن نويرة. مالك بن نويرة مات في حروب الردة، فبكى أخوه متمم، وكان متمم هذا شاعرا، فقال: وكنا كندماني جزيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا، فلما افترقنا كأني ومالكا لطول افتراق لم نبت ليلة معا. وقرأ هذين البيتين على سيدنا عمر بن الخطاب، فقال عمر: الله الله، لو كنت أعرف الشعر لقلته في أخي زيد. زيد ده ابن الخطاب، أخو سيدنا عمر بن الخطاب، ومات قتيل شهيد. فمتمم بن نويرة قال لسيدنا عمر: لو مات أخي كما مات أخوك ما بكيت عليه أبدا، لأن أخوك مات شهيد، أما أخي فمات في حروب الردة. فشتان بين رجل مات شهيدا وبين رجل مات مع المرتدين. أقول هذا الكلام لشهداء غزة وللشاعرين بفقد أهل غزة الذين هم شهداء ونحتسبهم عند الله من الأبرار. الله يرحم شهيدهم ويثبت حيهم ويواسي جريحهم. جمل الله حياتكم وتقبل منا ومنكم، وأسأل الله أن يستجيب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. تقبل اللهم منا واقبلنا، وعلى طاعتك أعنا. اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واقض لنا حوائجنا. اللهم فك عن كل مهموم همه ونفس عن كل مكروب كربه. زدنا ولا تنقصنا، وارزقنا ولا تمنعنا، وأنت خير الرازقين. واجعل مصرنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين والمسالمين. ربنا إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكر الله لكم. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته.